أصعب حاجة في الدنيا واللي أنا شخصياً كنخاف منها هي فقدان الأم، وأصعب من هذا هي أنك تفقد والدين يستحقون هذا اللقب. والدين اللي هما الملاذ ديالك، هما حياتك، هما الضعف ديالك، واللي بيهم أنت ما بقاتش لك المعنى. آه على قصة الليلة اللي كتستحق المشاهدة. صاحبتها ما فرقوهاش الدموع في كل حاجة كانت تتحكيها ليا من الماضي ديالها، واللي كانت كتقولها بحرقة، واللي كنعتبر حكايتها بكل صدق هي مثال كبير يقتدى به في الصبر. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كنقدروا كنصبروا عليهم في هذه الحياه، ولكن كاينين شي حوايج اللي تنقولوا عليهم لا خاصني نحبس في هذه وانا اولى من هذه. المهم ما بقى لي والو، نعطيكم شنو وقع في الحكايه، فوجدوا ليا وديناتكم مزيان واجي نحكي لكم، لانه رغم هذا الشيء حكايتنا الليله عندها نهايه سعيده وعوض من عند مولانا اللي كان بواحد الطريقه عجيبه. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار كيف العاده. قبل ما نبداو في حكايتنا الليله ما تنسوش انكم تهبطوا لتحت دغيا وتضغطوا على زر الاعجاب وتكملوا معي الحكايه. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. كتقول صاحبه حكايتنا الليله: انا سميتي صبره وانا صغيره حليت عيني وعيت على عائله في قمه البساطه ولكن في قمة السعادة. ما كنا ضعفاء ما كنا أغنياء، حنا بينا ثلاثة ديال الخواتات وأنا كنت هي الثانية في خوتي. الأم ديالنا كانت حضنانا بواحد الطريقة اللي كانت رهيبة وما نقصناش من الحنان، وهذا راجع لأنها لما تزوجات كانت وقت ما ولدات كيموتوا ليها الوليدات، وفاش ابتدينا حنا وشاء مولانا أننا نعيشوا كانت هي كبرات نوعا ما في السن ديالها، فجاتها واحد العاطفة علينا غريبة. ما خصناش نمرضوا، ما خاصش تخصنا شي حاجة، لدرجة أنه باقا كان عقل. اختي الكبيرة كانت في الابتدائي وقت الاستراحة مشات كتشرب، غادي ضربها شي حد على نيفها وعرفات من هذيك الوقت. والأم ديالي قبل وقت الاستراحة كتمشي كتوقف تتسنى اختي، وهي هاد زلها شي قرعة نتاع الماء مع شي خبيز فيه شي حاجة وكتبقى كتسناها. وغير من دوك الحديدات ديال الباب ديال الدخلة تاع المدرسة منين كانت كتمد لها بيديها داك الشيء، لأنه الباب ما كانش كيتحل في ديك الوقيتة، وكتبقى كتسناها حتى كتاكل وكتشرب وكتعاود كترجع. وهذا الأمر كان صراحة علينا حنا بربعة بين الخوت، كان واحد الحنان عجيب من أمره. أما الأب ديالي كان تيخدم في الأشغال العمومية، الأب اللي عمرنا ما عرفنا صوته كيفاش داير اذا ارتفع، لانه عمره ما خاصم علينا ولا حتى نهض علينا. كنا في العطل الصيفيه ديالنا بما انه ما عندناش متنفس كبير حيت المنطقه فين كنسكنوا كانت صغيره بزاف وما كانش عندنا البحر، فكنا كنمشيو لابيسين مع بانا، وكانت الام ديالنا كتبقى في الدار كطيب الماكله وكتجيبها لينا من بعد. كان عقل كانت مسكينه كتقلينا الفلفله البطاطا ودير داكشي في الطويسات وكانت كتجيبهم لينا، وكتبقى جالسه معنا حتى الستة ديال العشيه فاش كتصفر الصفاره وكنرجعوا مجموعين. المهم عشنا ما بيناتنا واحد الحنان وانسجام واحترام. عمرني ما عقلت في حياتي انا والديا ضربونا ولا حتى نهضوا علينا ولا حتى خسروا لينا خاطرنا. هذا الشيء اللي صراحه حلاش عقلت حتى وصلت للتاسعه اللي فيها واحد النهار بقى كان عقل غادي يكون بدايه الماساه علينا حنا الخوت، او لا انا كنسميه اليوم المشؤوم. الام ديالي كانت مع عمرها ما تشكات من شي حاجه كتضرها في الجسد ديالها، مره كتكون عيانه عادي وشحال هادي زمان ماشي اي حاجه ضراتك كنتي كتمشي تجري عند الطبيب، لا كتبقى دير شي حاجات في الدار ولا كتجلس حتى كيفوتك داكشي. كانت ديما امي ساكته وما كتقول حتى شي حاجه، حتى لواحد النهار باقا كنعقل اللي كان الاربع قربت المغرب امي ما بقاتش كتهضر نهائيا. وغير هكاك ماشي زعما كانت نعسه في الفراش ولا كانت مريضه، لا طاحت ما بقاتش قاده تهضر وكتشوف فينا وكتبكي. كلامها كان بدموعها، طلعنا للسبيطار مخلوعين عليها وقالوا لنا بلي انه الشعاق اللي كيمشي للقلب ديالها ما بقاش فيه الدم وما بقاش خدام نهائيا. ما قالوش لنا بلي انه كاين شي حل، رجعناها للدار وبقينا جالسين حداها فوق راسها وحنا تنبكيو وهي كتشوف فينا وكتبكي، حتى غادي تخرج الروح ديالها قدام عينينا وحنا كنشوفو. كان يوم الشؤوم لانه كانت عندي واحد العلاقه مع امي بزاف، كانت اذا غير قالت راه ضرني راسي كنت تنبكي، واي حاجه تالمت بها ولا شفتها ماشي حتى لهيه كنت كنبكي. كنت معلقه بها لواحد الدرجه لا تتصور، ما تقبلش الموت ديالها وغادي نغوت لربي اللي خلقني. جاني انهيار عصبي حتى داوني لواحد المستشفى وما يضربوا لي الشوكة عاد تهدنت نوعا ما، لكن فاش جابوني للدار جاني صعيب بزاف انا ننساها او نتناساها، ما قدرتش. خوتي حتى هما كانوا تيبكي وكانوا مؤلمين، لكن انا شخصيا كان جاتني واحد الصدمه كبيره. المهم لغد ليه دفنوها
وهنا غادي تبدا 50% من المعاناة. ولكن الحمد لله كانت بقات واحد الركيزة واحدة اخرى اللي كنا متكين عليها اللي هي با. واخا كان مرض بالضيقة بحكم خدمته اللي كانت يخدم في الاشغال العمومية وكان من الناس اللي مكلفين انهم كيسرحوا الطريق فاش يطيح الثلج، فديك الخدمة سبات ليه في مرض مزمن اللي هو الضيقة، غادي تقاعد. وكانت عنده شهرية اللي كانت كافيانا كلنا خوات الدار وما بقى حتى شي حد. كان الفراغ ديال امي في الدار واضح وباين ما بيناتنا، واليومين هذا الفقدان ديالها كل ما تفكرته كنبكي كانه نهار بنهارو. خوتي اختاروا باش انهم يخرجوا من القرايه، كل واحد مناش من مستوى مناش خرج، كان هذاك الاختيار ديالهم انهم ما يكملوش، ماشي حيتاش كان شي ظرف مادي او لا غيرها، لانه با كان مازال باقي في الحياه كان مكلف بينا. فانا شخصيا اختاريت انني نكمل قرايتي، با غادي يتدع لي الحال بالثقه وغادي نضطر اننا نرحلو من ديك الدار اللي هي الملكيه ديالنا، حيتاش كانت جات في واحد الطلعه بحال شي جبيله وهو مع المرض اللي فيه ما بقاش يقدر يطلع ديك العقبه. فدارنا غادي نكريوها وغادي نهبطو وسط المدينه وغادي نكريو، كرينا بواحد الثمن اللي كان رمزي. علاش؟ لانه حيت مول ديك الدار كان الصديق المقرب ديال الاب ديالي، ودوز معانا واحد العشره اللي كانت طويله. من تحت هاد الدار كان واحد المحل اللي كان ديما كيجلس فيه با مع صحابه، ومول الدار نيت واللي غادي يخدم فيه خويا الصغير كادروكري. من بعد سنه بالضبط على الموت نتاع الام ديالي، با غادي يتزاد عليه الحال بالضيقه وغيبقى غير مجبد في الفراش، ما بقاش تيخرج حتى لواحد الليله وحده اخرى اللي كانت مشؤومه. هو يدي مول الامانه امانته، مات با مات سمي ولقينا غير بعضياتنا. اختي الكبيره كان عندها 19 18 سنه، انا 16 سنه، اختي الصغيره مني كانت 14 سنه، وخويا الصغير كاع 12 سنه. وهنا لكم ان تتخيلوا المعاناه والالم في قلب كل يتيم فينا. بعد ما كنا غارقين وسط الحب والحنان والحمايه والفشوش، بين ليله وضحاها وسدنا الكتاف نتاع بعضنا، ما كاين حتى شي معين من غير مولانا سبحانه. بعد ما مات الوالدين، الصديق ديال الاب ديالي غادي يدير واحد الوصيه لولادو بلي انه حيت ولا مت عمركم ما تشدوا من عند هاد اليتامى اللي كان تاع هاد الدار، حتى يسهل الله على كل واحد فيهم. وهذا كان خير داروا فينا، كان خير كبير. اذا بقات هنا السؤال، باش غادي نقدروا نعيشوا في حياتنا اليوميه؟ وانا كنت كنقرا، خوتي باقيين صغار، خويا الصغير كاع بقى خدام في المحل، مره كانوا كيدوروا معاه. اختي الكبيره كانت كتخدم عند بنت مول المحل في الدار ديالها اللي كانت فرمليه، كانت مقابله لوليدات ديالها وكانت كطيب وكتشقى ليها. منين كتخرج في الصباح ما كتجي حتى الليل، وهذيك السيده بدورها كانت دايره لها واحد المبلغ اللي كان رمزي. اما اختي الصغيره مشات عند مرت مول المحل كتخدم عندها، واخا صغيره كانت حادقه. خوتي بداو كيخدموا وانا تنكمل قرايتي، مشيت لمدينه واحده اخرى قريبه من هذيك فين تنسكنوا، دخلت للداخليه باش انني نقرا السيزيان، وبحكم الشعبه اللي درت ما كانش حتى في المدينه فين تنسكن، داكشي باش انتقلت لمدينه اخرى. من حسن حظي او حظنا كاملين، انا اختي الكبيره كانت هزات الدعوه واحد شويه، وانا في الداخليه غادي يشوفني واحد المعلم وغادي يخطبني من عند واحد السيده اللي كانت في ديك المدينه واللي هي اللي بقات لينا من العائله. مشافتني وعجبها الحال وفرحات بيا، ومرة بدا كيجي لعندي للداخليه. الحارسه العامه كانت عاطيه الاذن حيت كنت قلت لها بلي انا هاد السيده راه بغا يتزوج بيا. في ديك قاعه الانتظار كان تيجيب لي بعض الماكولات من داكشي اللي كانت كتصايب مو، كان متشبت بيا لواحد الدرجه اللي هي كبيره، كان مهتم بيا. حتى لواحد النهار قال لي بلي انه الخلصه ديالو على قد الحال، وبلي انه كيقري في العروبيه وممكنش ليه يتخلى على امو، بمعنى انه يولي كيمشي كيخدم على برا يجلس اسبوع ويخليني انا مع امو، ويبقى يجي يطلع ليا مره في الاسبوع. ما قبلش هذا الاقتراح، ما قبلش انني نبقى مع امو وهو عنده خوه كبر منه ساكن معاهم ومعاه مرتو وعندهم الاولاد. ما عجبنيش الحال ولا نقطع مع العلاقه، ما طولناش، كانت واحد المده نتاع سنه حبست داكشي وخويت راسي. وصلت الباك ما شديتوش، لقيت راسي بلي انني ما يمكنش ليا نعاود حيتاش بحكم الداخليه خاصني مصاريف وبزاف ديال الحوايج، وخوتي بحر كيدبزوا على المعيشه اليوميه ديالهم فما يمكنش يوفروا ليا من غيرها. زياده على هذا كانت من عائله با بقات لي واحد عمتي وحده اللي توفات حتى هي. ما كاينش شي حد اللي يدق عليك في الاعياد ولا المناسبات ولا تفكرك بخبزه من غير مولانا ودوك الناس اللي كانوا مخلين لينا الدار ديالهم بالوصيه نتاع باهم. لكن غير هو توفى ولادو ولا كيطلبوا بدارهم اولا مبلغ شهري. المهم خرجت من القرايه ما كملتش ورجعت جلست مع خواتاتي في الدار. كنت مره كنمشي عند ديك السيده اللي من العائله كتجيني من العائله ديال مي، كان كيجي عندها واحد السيد غادي يشوفني عندها وسولها شو كتجيك هاد البنت، قالت لي شنو كاين، قال ليها واش ما تزوج، قالت لي بلاتي نسولها. سولتني انا ذاك ما كنتش معمره اصلا راسي، بقيت ساكته وما عمرتش راسي بهاد الاخبار.
لكن لما غادي يصيفط مو صافي بديت كنفهم وقبلت باش انا ينتوج به. فبما انه مستقر بوحدو وعندو الدار وكان ميسور ماديا يعني داكشي اللي بغيت حتى انا، ما كاين علاش انني نرفض. فمن بعد ديك التكليمه كان قال لي بلي انه غادي يمشي للخارج وغادي يعاود يرجع. مشى رجع ما بقاش سول فيا، ما بقاش عارفه راسي واش انا من المخطوبين ولا لا، وبحكم انا راه مدينه صغيره فعرفوا الناس بلي انا واحد السيد راه جا طلبني للزواج، ودابا في الاخير ما كاين والو، ياك ما كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. فمشيت مع واحد السيده اللي هي جارتنا اللي عنده خدمته في مدينه واحده اخرى باش نعرف شنو كاين، نعرف الحقيقه نتاع شنو واقع. وقفت عليه وسولته انا كيفاش هذا الشيء جيتي خطبتي وما بقيتيش سولتي من بعد شنو دابا؟ قال لي لا راني ما تليتش بغيت نتزوج. قلت ليه اه ايوا ملي ما بغيتيش علاش خليتي الخبر انه ينتشر عند الناس بلي انني مخطوبه ودابا لغيتي كلشي؟ قال لي وصافي خليني حتى نرد عليك. كنت متقنه بلي انه كنمشي يتشاور مع امه حيت كان قرب منها بزاف. المهم غادي يجي هو امه لمدينتنا، درنا العقد وصدقه وما كاين لا عرس لا عائله لا حتى شي حاجه، بحكم اني كنت انسانه يتيمه ما عندي حتى شي حد اللي يهز ليا هذا الهم اللي وقف لي على شغلي اللي ينصحني ويعطيني بكرامتي وبعزي. مشيت معاه للمدينه فين هو تيعيش وكيخدم فيها لمده 4 سنين غادي نخدم، وصراحه عشت معاه افضل ايام حياتي في ديك السنوات. كانت حياه مستقره وخاليه من المشاكل. من بعد 4 سنين ديال الزواج غادي نحمل بولدي الاول ولدته، وهنا غادي يبداو المشاكل واش من المشاكل. واحد النهار صدفه غادي نلقى عنده في حوايجو واحد البريه اللي كان مصيفطها لي خوه من على برا، قال لي اذا بغيتي تجي تخدم هنا ندير لك ورقات ونزوجك بشي وحده، واحد الزواج اللي هو غير ديال المصلحه الى اخره. انا لقيت ديك البريه تخاصمت معاه تناقشنا تصرفت كيف اي مراه، كيفاش انت تمشي تزوج تما وتخليني انا هنا. المهم وقعوا المشاكل ما بيناتنا وما تلاش مشى، ولكن بقات الامور كما هي وما تصفاتش الخواطر، وهنا بداو تيوقعوا شويه ديال الحساسيات. المهم كنا في كل عطله كنمشيو ندوزوها في المدينه عند امو فين كتسكن، حتى لواحد النهار عائلته غادي يعمروا لي راسو بلي انه ما عندك ما دير تما. علاش؟ حيتاش حسوا بلي انه انا جيتهم بعيده وما يقدروش يبقاو جايين عندي غاديين كل مره، ولكن جيت قريبه لدوك الاقارب اللي هما بعاد على الاقارب ديالي. المهم كان شي حد يسول فيا، المهم مو خوتو يقترحوا عليه انه يجي يجرب يخدم حداهم. هو غادي يقترح عليا اننا نمشيو نديرو واحد الاستراحه نتاع العام ما يخدمش، وكيعلمهم في الخدمه بلي انه غيمشي لبلاصه واحده اخرى. داكشي اللي دار قال لي غادي يمشيو للمدينه عند والديا ندوزو واحد العطله، وديك الساعه كان ولدي باقي مازال صغير عنده غير شي شهوره. جلسنا تما دازت العطله نتاع الصيف، فاش قلت ليه الله يجعل البركه يلا نمشيو، قال لي راه بغيت ندير واحد العام انني ما نخدمش فيه في ديك البلاصه، خليني نشوف المعيشه هنا كي دايره. انا اللي فهمت بلي انه ديك الدار ديالنا راه باقيه كيف هي، وفراشنا راه فيها، وكلشي ديالي تما، وحنا هنا غير في عطله. لكن في الحقيقه كنت غشيمه بزاف. ما غاديش يطول على هاد الهضره اللي قال لي، وهو يقول لي انا غادي نمشي نطلع على الدار والامور كيفاش دايره ونعاود نرجع. هادشي اللي كان في بالي اصلا حيت هو اللي قالها، حتى كنت فاجئ بواحد الليله بلي انه جايب لي الرحيل وحوايجي كلهم. ما فهمتش شنو واقع، تصرفقت وتصدمت. قال لي هضره ودار حاجه واحده اخرى، فباش نهضر ما قدرتش، باش نبكي ما قدرتش، باش نغوت ما قدرتش، وحتى الهضره ما بقيتش عارفه شنو نقول فيها. صرت لي لساني وبقيت غير تنشوفو ساكته. لدابا بقيت نتفكر هذا الحدث كيف البارح. كانت بالنسبه لي تاني صدمه من بعد فقدان ديال والديا، وكانت خيبه امل كبيره في حياتي، لانه هذا القرار اللي خداه بوحدو غيكون سبب في بزاف ديال الالم والمعاناه ودمعات وحقره. هذا القرار حسيت به بحال شي خيانه او غدر، هكا انا اعتبرته شخصيا. ما عندي ما ندير، غادي نسلم الامر الواقع. وبقيت عايشه مع العائله ديالو وسط واحد الدار اللي هي كبيره وعامره بخوتو لسنين واعوام. غادي نزيد نولد بنتي، ومن بعد سنوات زدت ولد ولدي واحد اخر وانا وسط عائلته. فقبل ما يخرجوا الماكينات نتاع التصبين كنت انا اللي كنصبن وكنطيب وكنخمل، حتى شي حد في ديك الدار ما عطاني اعتبار، كلشي تيشوفني بالنظره نتاع عامله منزليه. وشفتوا ديك العامله المنزليه مازال كان عندها شهريه، اما انا حتى شي حاجه. منين تنحل عيني في الصباح وانا في الكوزينه حتى الليل، بيتي ديال النعاس والله ما تنجمعو، حيت فاش كنوض الصباح كنخاف لي يكون مشى الحال انني نهبط ونلقاهم منفخين عليا اولا ما باغيينش يدويو معايا. كنخاصني ندير لهم اي حاجه باش يكونوا هما فرحانين، واخا نضر فيها انا ولا حتى ولادي، لدرجه انه ولادي الله يسمح لي منهم ما كانوش يديروا لي حتى شي حاجه، بخصوص ولدي الكبير اللي كنطلب منه السماحه. باقا كنعقل انه واحد النهار غادي نشدو ونسلخو مزيان
وما دار لي حتى شي حاجه وباقي صغير بريء بزاف. عموما ولادي ما كانوا تيديروا لي حتى شي حاجه، وانما الحر نتاع ما كندافعش على راسي وما كنقدرش نواجه وما كنعرفش ندوي كنرد داكشي كله في ولادي وكنضربهم، واخا يديروا لي غير ابسط حاجه اللي هي طفوليه ديال الدراري الصغار وفي السن ديالهم. كنت نبرد فيهم دوك الغدايد ديالي نتاع ما قادراش انني نرد على راسي. كنت ديما كنسمعهم انهم كيهضروا عليا ومن مور ظهري، وعمرني قدرت نشوف في عين شي حد فيهم ونواجهه. تخيلوا الدنيا عامره عندهم مساعدات منزليات ولكن كانهم ما كاينينش، انا اللي مني كلشي. باقا كنعقل واحد الوقيته كنت باقا حامله بنتي، ولدي الكبير كنت دايره في ظهري حيتاش واحد النهار غادي يتكركب ليا في الدروج، فخفت ليه يطيح مره اخرى وليت نحمله في ظهري. والله العظيم كنجف واحد الدروج من الفوق حتى لتحت ثلاثة نتاع الطبقات، وكرشي لفمي وظهري فيه ولدي، ولكم ان تتخيلوا المنظر. وتجي وحده من بنات حماتي وتقول لك هذا الحيط مطبع، هذا الحيط موسخ، هذا الماء ما محكوكينش، هذه دايره هكذا، هذا البلاصه خانزه، الثلاجه موسخه، زعما كانه داكشي كان مفروض عليا انني نديرو. عمرني ما تجرأت انني نجاوب، كنت مثلا غير اذا بينت بوجهي بلي انني تقلقت ولا تنفخت تيبداو كيقولوا وعلى مالها راه خدامه على ولادها راك طيب ليهم، ولادي باقيين صغار شحال بغاو ياكلوا، دارهم ما كانش كتخوى. البنات هادي ما كانوا جايين وكيجيبوا ولادهم كيقيلوا من الصباح حتى الليل مجمعين مع امهم ولا يحين ولادهم لعندي انا نوكلهم ليهم. تصوروا في رمضان، والله العظيم رمضان عندي بحيله ماشي رمضان، ما عنديش وقت العباده اولا حتى شي حاجه، ما عنديش وقت لراسي نهائيا. كندير الفطور الغداء الكوتي وكنزيد ندير الفطور نتاع الصيام. علاش؟ حيتاش ولادي كيمشيو للمدرسه خصني نوجد لهم شنو ياكلوا، ولكن ملي هما تيشوفوا بحال هكاك فكيجيبوا ولادهم من المدرسه في الوقيته ديال الغدا ويرميوهم تما عندي في الكوزينه كنطيب ليهم، وهما مجمعين مع امهم ما مسوقينش ليا، ما عندهمش احساس نتاع شكون هذيك في الكوزينه. باش ما نكونش غلطه بزاف، شهاده حق في امهم انها فيها الحنان وفيها العطف وفيها السخاوه وكل شيء، وانما ولادها ما مخليناهاش نهائيا، كيوسوسوا لها بالليل وبالنهار وكيعمروا لها راسها بزاف. فاش تكون معايا فشي فرصه غير راس في الراس راه كدايره كيف الملاك، غير هما تيدخلوا ما يمكنش كيفاش كتحول عليا. كاين بزاف ديال الاحداث، المهم وسط الصراعات والمشاكل والتهم عمري ما دافعت على راسي ولا واجهتهم ولا سبيتهم. حاجه وحده اللي كنت كندير هي كنت كنطلع لبيتي وكنبقى يومين حتى ثلاثه بلا ماكله كنبكي ليل ونهار. يمكن دابا راكم كتسولوا فين هو راجلي وسط هادشي كله؟ راجلي من عدم ما كاينش، جسد بدون روح. الرجل اللي قلت ربما غادي يعوضني على اليتم ديالي ويحضني لقيتو غادي في الصف ديالهم وما قادرش يواجههم ولا يقول كلمه حق، واكل شارب نشط معاهم، انا كنبكي وهو ضحك معاهم، غير مهتم او بالاحرى ما عنده حتى ساكن اللي كيتحرك من جهتي. عمرو ما قال انا جالس مع خوتي والديا ونشط هنا، وواحد السيده الفوق يتيمه سد عليها ما عندها حتى شي حد، ما واقف معها حتى شي حد من غير مولانا ونعمه بالله. وقت موقع لي مشاكل معاهم تيقوني والله شاهد على ما اقول، عمرني ما قدرت ندافع ولا نجاوب ولا نترد، عمرني ما لقيته بجنبي. حاجه وحده اللي كان كيقول لي سيري فكي حريرتك معاهم، ولادك فاش يكبروا هما اللي غادي يديروا لك الاعتبار، وهذه غادي نرجع لكم ليها من بعد. عمرني ما عقلت انه وقف بجنبي وهز بيا اولا قال هذه مرتي هذه تحت جناحي، انا باها انا امها هي في الذمه ديالي يحترموها، والو. هادشي خلاهم انهم يردوني جفاف ويديروني ويديروا بيا كيف ما هما بغاو، وانا غير حاضر سمعا وطاعه حاضر. حتى وليت كنخاف منهم، لهذه الدرجه ما بغيتهمش يتقلقوا عليا، خاصني نرضيهم باي طريقه ولو تجيني في صحتي. حتى فعلا جاتني في صحتي وتصابيت بمرض مزمن بسببهم، ولكن ما عقل عليا حتى شي حد فيهم. شحال مره تنقول صافي انا غادي نهز ولادي ونغبر ليا الاثار، ولكن فين عباد الله؟ فين غنمشي وعند من؟ الوالدين اللي هما كلشي ما بقاوش ليا في الحياه. الحرقه ديال الوالدين عمرها ما غادي تبرد ليا، واخا قضاء وقدر حيتاش مشاو ليا في دقه واحده واحد من مورا واحد. الوالدين اللي ما كانوا مخصصيني من حتى شي حاجه، الوالدين اللي لو كان باقي ليومنا هذا عايشين ما يرضاوش على بنتهم هاد الدل وكون عتقوني شحال هادي. انا كنقولها رضيت بقضاء الله والقدر ديالو والحمد لله، لكن كانت هذه هي الحقيقه المره، ما كاينش اللي تبقاي فيه او لا يوقف معاك او لا يطبطب عليك، داكشي اللي كنتي كديري كان بزز منك انك ديريه. ويا ما احداث دازو، ويا ما احداث دازو، اذا ضحكت غير شويه كنعرف بلي غادي نبكي من بعد. تخيلوا تنكون مع خطراج لي بالليل عادي مجمعين
كنقولها تصبحي على خير تصبحي على خير، كتجاوبك لا غد ليله، غير تعطلت بواحد ربع ساعه وما هبطتش الكوزينه من بيتي حتى لديك تسعود ولا، ولقيتها هي سبقاني كدير الفطور وقلت لها صباح الخير والله ما كتجاوبني وكتبقى منفخه عليا. علاش؟ حيتاش هي خاصها اذا جات الكوزينه خاصها تلقاني انا قبل منها، مجد ليها كل شيء باش عاد تشوف واش هي تضحك معايا ولا لا، زائد اتهامات باللي انا سحاره وكنجيب لهم السحر، وهذا باب اخر ما سدو. باب اخر اللي وقت ما مشيت لدارنا مره في العام وانا ساكنه غير في المغرب وساكنين خوتي غير في المغرب باش نمشي نشوفهم، واللي هما يبقاو ليا في الحياه تيقولوا لي كتمشي كتجيبي السحر من تما وتجي ديريه لينا هنا. واش هذا الامر يعقل عباد الله؟ انسانه يتيمه وربيه وسط الاخلاق والحشمه والقهره، فين غادي تفكر في شي سحر؟ شكون غادي يشجعني عليه؟ كنت نديرو فعلا كاع ما كنت نجي نعيش وسط منهم. ويا ما ودنيا اللي غادي ياكل هاد الدود، سمعوا ها هي غادي تمشي لدارهم، ها هي غادي تجيب شي عجب، ما قدرتش نواجه ولا نقول علاش كتظلموني، ما قدرتش نخوي واحد الانفجار عندي لداخل الله اللي كان عالم به. عندي ضعف في المواجهه اللي تربيت عليها من صغري، بقيت على داك الحال الهضره فيا والمشاكل، واي حاجه درتها ماشي هي هذيك، والراجل عمره ما يشكرك ولا يسمع كلام زوين، ما كاين غير القمع. امي الله يرحمها اللي عمرهم ما شافوها تهموها وهضروا فيها وعيروها، عانيت وعانيت بما تحمله الكلمة من معنى، لكن صبرت ودقيت باب ربي. واحد السيدة واحد النهار بحال شي ملاك غادي تقول لي عندي ليك نصيحة، ديري قيام الليل ووقت ما ضربتك الفيقة ما تفكريش، توضي تقبلي القبلة وابكي على مولانا وطلبي اللي في قلبك. فعلا والله العظيم داكشي اللي درت، الحمد لله ربي غادي يستجب ليا وخرجت من وسط ديك القهرة والعذاب بواحد السبب، واخا مقصحني في حياتي اليومية لكن كان سبب عجيب، كان هو المرض ديال مولانا ورضيت به، ولكن كان مصحوب بواحد اللطف الهي اللي هو خفي اللي ميمكنش لكم تصوروه. ما تفاجئوش ولكن انا اليوم في الخمسينات من عمري، ولدي اللي تصاب هو اليوم في العشرينات، واذا تشوفوه كانه ما بيه حتى شي حاجه، وانا مامنه بلي انه داك الشيء اللي بيه هو مرض ظاهري باش ربي دار لي به سبب واعتقني منهم. ولدي الكبير خرج للخارج السنوات هذه وتزوج وعنده وليدات، بنتي كذلك ولله الحمد، ولادي اللي كان كيقول هما اللي غردوا لي الاعتبار، فعلا ربي ما خيبش كلامه وهما اللي داروا لي الاعتبار، ربي دار لي اسباب متعدده حتى مؤخرا غادي يفرق بيني وما بينهم نهائيا. الحمد لله كل من عائلتهم هو بعيد كيشهد عليا بالخير ليومنا هذا، عارفيني شنو تنسوا وعارفين الخير والتضحيات اللي كنت ندير مع دوك الناس، لكن احسن حاجه هو مولانا عالم بشنو عندي لداخل وكيفاش كنتصرف معاهم وشنو حسبتهم، وعالم النيه اللي دخلت بها لدارهم وعاشرتهم، وهاد النيه الصالحه اللي كانت عندي هي اللي ربي شاف بها ودار لي التاويل ديال الخير اني نخرج نسكن بوحدي في مدينه واحده اخرى وبعيده عليهم. انا اليوم ولله الحمد عندي احفاد وشريت راحتي بالصبر والدعاء، رغم انه راجلي ما عمره ما اعترف بالجميل ديالي ولا الصبر ولا الكفاح مش لا حوايج دوز معاه، لكن ما بقاش تيهمني هذا الباب مادام ربي عوضني عوض جميل. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، بقى لي حاجه وحده، انا اليوم ما قادراش نسمح لعائله راجلي، ما عرفش واش حقد ولا كره ولا والله اعلم، ولكن بما انه عمري ما قدرت نواجههم فاليوم فاش ربي دار لي التاويل ديال الخير خاطري ما قدرهاش تسامحهم على شنو داروا لي، على شنو دوزوا عليا وخا يفرشوا لي الزرابين تاع الذهب. كل ما تفكرت بلي وانا يتيمه وفي العشرينات وقمه النيه دخلت بنيه صافيه لدارهم وما رحمونيش، فما كنقدرش ننسى شنو دوزوا عليا، وكل ما رجعت بيا الذكريات السامه لور كتشدني الخلعه والرعده من خلال قصتي، وعدت نفسي بلي انني عمرني ما نقبل نسكن معايا شي مرت ولدي باش ما ناذيهاش وما نخطاش في حقها وما نرتكبش الغلط اللي ارتكبوه فيا ناس اخرين، حيت ديك بنت الناس حتى هي عندها مشاعر، حتى هي عندها قلب، حتى هي عندها احاسيس، حتى هي عندها والديها اللي يخافوا عليها، واذا ما كانوش حيين ربي ارحم بها من كل شيء. انا بغيت نقول لكل واحد كيسمع قصتي اليوم مزيان انكم تصبروا، ولكن لما الصبر فاش كيتعدى الحدود وكيرجع عليكم بالاذى في صحتكم ما تنساوش بلي انه الصحه هي امانه من عند رب العباد، خاصكم تقلبوا على شي حل. انا فعلا فقدت والديا وانا صغيره، ولكن اخلاقهم وتربيتهم بقات معايا. قبل ما نسالي معكم هذه القصه نقول لكم هذه هي حكايتي وانا فرحانه بشنو انا فيه اليوم، وبما انا وغادي نكون خالتكم صابره لاغلبيه وحده فيكم بغيت نقول لكم بلي انا وعندي بيني وما بين مولانا سر اللي خاص يكون عند كل بني ادم مسلم مؤمن، وهذا السر خصو يكون يا اما عمل صالح كتقدموه او لا صدقه او لا اي حاجه كديرها لوجه الله فابور
وما كتحبش منها حتى النهار كيديموا الامانه امانته. انا عندي وحده اللي بديت فيها هذه سنوات اللي كنطرحم بها وكنرحم بها والديا معايا، صبرت ودقيت باب ربي وربي ما خلانيش. هذه هي كانت حكايتي، وهذه نهايه القصه. صراحه كتبشر باش تقدر تصبر على هذا العباد لسنين طويله، لان انا كنتكلموا على واحد السيده في الخمسينات، خاص يكون عندك واحد الدرع اللي هو هديه من مولانا ديال التحمل. فسبحان الله، كله قصته كله حكايته. فراسكم باللي هذه الحكايه الثانيه من عند انسانه نقدروا نلقبوها بخالتي في هذا السن كتحكي لي الحكايه ديالها. نادرا اللي كيكونوا سيدات كبار في العمر كيشاركوني التجارب ديالهم. كنت سعيده انني نشارك الحكايه ديالها اليوم عن دوري انا. صراحه استمتعت وانا كنحكي القصه ديالك، رغم البدايه ديالها كانوا كلها معاناه، ولكن اكيد مور هادشي كله كاين واحد السر ديال مولانا. كانت يد مولانا مرافقك في الخفاء، ورغم المعاناه ورغم البكاء ورغم اليتم. وانا كنت اسمع الحكايه ديالك في الاوائل ديالها كنت اكيده بلي انه النهايه غادي تكون سعيده، لانه ربي عمره ما كيتخلى على اليتيم. سعداتك، ويا ويل يا ويل كل من اذاك. شكرا على قصتك، شكرا على هذا المثال الحي والقوي اللي عطيتينا. يا متابعين يا كرام، ما كرهتكمش انكم تخليو رساله لخالتنا صابره، لانها غادي تستمتع وهي غادي تقرا لتحت التعاليق ديالكم. ما تنساوش انكم تخليو لها لتحت التعاليق باش تفرحوها بهم، حيت خالتكم صابره غادي تفرح بهم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.